مشاهدينا، وللوقوف على تطورات المشهد في البصرة على خلفية الاشتباكات بين ميليشيا العصائب وميليشيا السرايا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور هلال الدليمي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. اشتباكات جديدة بين ميليشيا السرايا والعصائب بعد اغتيال أحد منتسبيها، دكتور كيف تقرأ الرسالة التي أرادتها ميليشيا العصائب من اغتيال أحد منتسبي ميليشيا السرايا بعد أن بدأت الأمور تتجه نحو التهدئة في بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله الأمن والأمان لشعبنا وأن ينجي ما تبقى من هذا الضرر الكبير الذي ألحقته الميليشيات بكل أصنافها وسمياتها للشعب العراقي. القضية تأسيس الحشد والميليشيات المسلحة هو من أول مراحل تفكيك الدولة العراقية. نعم. وهذا ما سعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية منذ الانفلال، وبدأت في تفكيك مراحل القوة وعوامل القوة وحماية الشعب العراقي بالتدريج، من أولا بداية الجيش ودمج الميليشيات في القوات المسلحة، ومن ثم إضعاف الدستور ودستور مفكك مبني على التناحر أصلا. فبالتالي المرحلة الأخيرة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تنتقم من مناطق معينة ببداية في ما يسمى بالإرهاب وأنزلت ما أنزلت، نعم، وأيدت تشكيل هذه الميليشيات وسلحتها وأمنت سلاحها. وبالتالي قضية انتزاع السلاح أتت لمصلحة إيران بالدرجة الأساس، لأن إيران لديها مشروع قائم وعميق وقديم في معها في العراق وفي المنطقة. ونلاحظ الآن جليا أنه إدارة الصراع هي إيرانية بامتياز مع كل الأطراف، مع ملاحظة أن كل الذين يتصارعون الآن على المصالح في العراق هم صراع مصالح وليس صراع مبادئ، وأن ليس لهم حقيقة هدف إلا أن الوصول إلى المناقب والمناصب التي تدر عليهم عاملين، عامل القوة كما هو واضح وعامل المال الذهب والسند وما إلى ذلك، وإلا كل الأطراف هي شريكة بالعملية السياسية. والعصائب أصلا خرجت من جناح التيار المهدي، يعني لو راجعنا تاريخ الأشخاص الذي نفس العصائب هم من الجيش المهدي أساسا، التيار المهدي أساسا. وبالتالي هذا الصراع يشير إلى أن هناك حربا تكون مستعرة سواء كانت بالعلن أو بالخفاء، لأنه تم قتله من التيار الصدري أو من المتظاهرين لم ينسوا دماءهم برغم من التأمينات والتهديدات التي أطلقت من المصدر أو غيره، لكن نلاحظ أن هناك دعم واضح للعصائب، وأصبحت العصائب تعتقد أنها هي التي يجب أن تسيطر، وبالتالي ستقوم بعمليات اغتيالات متعددة، وهذا ليس الاغتيال الأول لأن هي تريد الفتنة. إذن دكتور في هذا الإطار، يعني هل أراد الإطار التنسيق اليوم فتح جبهة جديدة في المحافظات ربما بعد أن باتت الأمور في بغداد تتجه نحو التهدئة والهدوء أكثر؟ الإطار التنسيقي ينفذ سياسة خارجية ومعروف، والإطار التنسيقي ينفذ سياسة إيران، وإيران تريد، نعم، أن تسيطر على المحافظات التي اتفقت ضدها وفي ثورة تشرين. وأنا قلت في هذا المنبر أنه إيران تريد الانتقام من يخالفون الوجود الإيراني أو يعارضون الوجود الإيراني، وإذا أصبح واضحا في كل محافظات العراق، فمن ضمن المحافظات الجنوبية التي كانت تعتقد إيران أنها هي الملجأ لها أو حاضنتها كما كانت تدعي، ولكن فشل الأحزاب التي أتت بها إيران ودفعتها إلى السلطة في العراق، هي التي كشفت زيف المشروع التعددي الذي كانت تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي يجب الصراع في المحافظات هو مرسوم، واعتقد انه لن يهدأ، نسأل الله لا يحدث، ولكن التخطيط هو جاري كما تشاهد وكما يلاحظ المواطن العراقي، لان كلما هدأ الجبهه تفتح في جبهه ما اغتيال هنا وهناك اغتيال. طيب دكتور، ما مصلحه الاطار التنسيقي من استمرار فتح مثل هذه الجبهات في المحافظات؟ الإطار التنسيقي يريد أن يجر التيار الصدري إلى صراعات لمصلحته، لأنه هو يريد أن يبقى في سدة الحكم، وأن أي استقرار
هي الوضع الأمني في العراق سوف يخترق إطار التصديق، ليس لديه شيء وشعبيته تتضاعف، وبالتالي يريد أن تبقى الأمور على طبق النار لكي يحقق ما يريد بالتدريج، ولكي يوصل الشعب العراقي إلى أنه القبول بأول الشرين أو بأحدهما للخلاص من هذا الوضع، وهذا هو أعتقد الهدف الأساسي من تريد الإيران من الإطار التنسيقي، ونحن على قلاع بما ستؤول إليه الأمور من خلال التطريبات التي تظهر من إيران من هنا وهناك. إيران تريد أن يكون الكفة الراجعة في المرحلة القادمة الميليشيات الموالية لإيران، كل ما للإطار التنسيقي أكثر. طيب دكتور، هنا خلية الإعلام الأمني اليوم تقول أن الأوضاع في البصرة تحت السيطرة، وتبرر ذلك أن الحادث الذي وقع هو لا يتعدى أن يكون مقتل شخص وإصابة آخر. التقليل من شأن هذا الحدث الذي وقع في البصرة، هل ممكن أن يعني يقلل من فداحة الوضع الذي وصل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدر اليوم؟ أنا أعتقد أنه خلية الإعلام خلية حكومية تردد ما تقوله الحكومة التابعة لإيران، وبالتالي ليس لها القدرة أن تشخص خلل، لأن مقتل الأشخاص واستهداف الأشخاص واستهداف القيادات هذا جار على قدم وساق. العصائب والكتائب الموالية لإيران والميليشيات الموالية لم تتوقف عن اغتيال كل قادة ثورة تشرين لحد هذه اللحظة، فما بالك بما حدث ما بينه وبين سرايا السلام. فإذا هناك حقيقة المراد منه تطمين كاذب على هذا الوضع، هو التستر على الجرائم بحد ذاته يعتبر هو جريمه، لانه اين مسؤوليه الدوله اذا هي قتل شخص مساله بسيطه، وانقتل قتل اثنين مساله بسيطه، وتصادم ثلاثه وقتل مع اين الدوله؟ اين الدوله؟ اين الامن؟ اين امن المواطن؟ مهما كان هذا المواطن، يعني سواء كنا نرضى عنه او نحن لا نؤيد ما يقوم به، ولكن اين الدوله؟ طيب. اليوم أيضا الخزعلي، دكتور عفوا، الخزعلي يطالب أتباعه بإغلاق مكاتب العصائب في عموم العراق، هل يتوقع قيس الخزعلي رد فعل قوية من التيار الصدري، أم ما هي الرسالة التي أرادها من خلال غلق مكاتب العصائب في عموم العراق؟ هي شوف هذا الصراع الإعلامي لا يزال على أشده بين الطرفين، وأعتقد أنه المطالبات الشعبية بإنهاء دور الأحزاب وميليشياته هذا هو المطلب الذي يجب أن يركز عليه كل الشعب العراقي، وبالتالي الخوف من أن تكون هناك ثورة شعبية حقيقية وليست ثورة ميليشيات كما لاحظنا وشفنا في كل وضوح هي تحرك بكلمة وتنتهي بكلمة، لأنه لا مبدئية فيما أن نقوم على الباطل اليوم ونثبت عليه ظهرا. ولاحظت التسويات التي حدثت بعد مقتل اكثر من 25 شخص واصابت البهاد، لانه الاوامر اتت من ايران بالايقاف. اذا هناك صراع خفي وهناك قوة تريد ان تسيطر، لانه هي تعرف النتيجه انه افقاد التيار سوف لن يكون سهلا على الجميع، وعلى الجميع ان يبادر الى السلاح، لان هذا الحل اللي وصله الى العراق، لانه المثل القائل انه اكثر اللصوص يختلفون عند السرقه ولكن يختلفون عند الحساب، فهذا هو يوم الحساب. شكرا لكم دكتور، ونعتذر لضيق الوقت. الدكتور هلال الدليمي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.